دي كانت اخبارنا في الاول. نروح بقى لبرنامجنا، برنامج الاشبال، واول فقراتنا اخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها مع حضراتكم مع اهلي 2001، ونشوف اول اخبارنا مع اهلي 2001 اللي ما شاء الله ايضا بيحقق يعني العلامه الكامله، لكن المباراه اللي فاتت تعادل وماشي بخطه ثابته. اهلي 2001 يتعادل سلبيا مع الانتاج الحربي في بطوله الجمهوريه. النادي الاهلي تعادل، رفع رصيده الى 10 نقاط في الفوز في ثلاث مباريات امام غزل المحله 1-0، الفوز على الجونه 2-0، وعلى السموحه 1-0، والتعادل الايجابي في المباراه الاخيره امام الانتاج الحربي. نروح ايضا للخبر الثاني، وهي نتائج الجوله الرابعه لدوري الجمهوريه للناشئين 2001. هنروح مع المجموعه الاولى. الاتحاد فاز على المصري بنتيجه 2-0، طلائع الجيش على البنك الاهلي 3-0، المقاولين العرب فاز على نادي الزمالك 1-0. المجموعه الثانيه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، المجموعه الثانيه الجونه فاز على انبي 2-1، وتعادل الاهلي مع الانتاج الحربي 0-0، وغزل المحله تعادل ايجابي مع السموحه 2-2، والمجموعه الثالثه تعادل وادي دجله مع الاسماعيلي 0-0. نروح لاهلي 2003، دوري 2003 ايضا. اهلي 2003 بيلعبوا دوري الجمهوريه. اهلي 2003 يتعادل مع الانتاج الحربي في بطوله الجمهوريه. ونروح نشوف نتائج الجوله الرابعه لدوري الجمهوريه للناشئين 2003. فوز انبي على الاسماعيلي 4-0، وفوز سموحه على الجونه 2-1، وتعادل الاهلي مع الانتاج الحربي 1-1. المجموعه الثانيه فوز سيراميكا على الزمالك 1-0، فوز المقاولين العرب على البنك الاهلي 2-0، وفوز الاتحاد السكندري على المصري 1-0. المجموعه الثالثه فوز طلائع الجيش على وادي دجله 1-0، وتعادل غزل المحله مع مصر المقصه 1-1، وحصل بيراميدز على راحه في هذه الجوله. ده كان 2003. ايضا نروح ل 2005. 2005 اللي افتتح مشواره في بطوله الدوري امام شباب الساحل. اهلي 2005 يفوز على شباب الساحل بنتيجه 8-0 في بطوله منطقه القاهره. احرز اهداف الاهلي احمد فكري هدفان، يحيى احمد هدفان، ومحمد محمود وفارس خالد ويوسف جمال وعبد الله بستانجي هدف لكل منهما. نروح لاهلي 2006. اهلي 2006 بيفوز على الاسماعيلي برباعيه في بطوله الجمهوريه في ملاعب الناشئين بمدينه نصر بمباراه كبيره وعرض كبير لاهلي 2006 تحت 14 سنه. سجل اهداف الاهلي الهدف الاول ابراهيم عادل، والهدف الثاني عمر سيد معوض، واضاف ايضا ابراهيم عادل الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي، وعمار وليد حافظ اللي نزل في الشوط الثاني وما شاء الله عمل يعني فارق في المباراه واحرز الهدف الرابع. نروح ايضا لنتائج الجوله الرابعه لدوري الجمهوريه للناشئين 2006. المجموعه الاولى الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-2، الانتاج الحربي على البنك الاهلي 5-3، وادي دجله على المقاولين العرب فاز بنتيجه 1-0. نروح للمجموعه الثانيه، بيراميدز فاز على الزمالك بنتيجه 2-1، وانبي فاز على سيراميكا 2-0، وتعادل المصري مع مصر مقصه التعادل السلبي 0-0. نروح بقى لبراعم النادي الاهلي. اهلي 2008 يفوز على الاتصالات بسداسيه نظيفه في مهرجان البراعم واحرز الاهداف، ويكون معنا بعد شويه اهداف هذا اللقاء، لكن هقول لحضراتكم احرز اهداف اللقاء يوسف علاء هدفان، وحمزه عبد الكريم، وسيف محمود، ويوسف حلمي، وشلبي يوسف. نروح لنتائج براعم الاهلي في اليوم الاول لمهرجان منطقه القاهره. فريق 2011 حقق الفوز بنتيجه كبيره على فريق الغابه بتسعه اهداف دون رد. فريق 2010 فاز على المرج بثنائيه، سجل اهداف ابراهيم نبيل وياسين تامر، وايضا 2009 فاز على السكه الحديد 5-0، سجل اهداف عمر سامح 4 اهداف ويوسف مسلم هدف.